السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة. زي ما اتعودتوا معايا طبعا كل يوم بقدم لكم وصفات جديدة. الناس اللي هي تقولي طيب هنعمل كم وصفة او هنعمل وصفات ايه وايه، دايما يا جماعة بننزل كل جديد علشان مش كل الاجسام تمشي على وصفة معينة، لا في اجسام بتمشي على وصفة وفي اجسام ما بتمشيش على التانية. فانت لو انت من ضمن الاجسام اللي بتمشي على الوصفات بتاعتنا فامشي عليها، لو انت لقيت جسمك فعلا بينزل على الوصفة ديت امشي عليها. في اجسام تانية بتمشي على وصفات تانية، لان في ناس دايما بتكتبلي في الكومنتات الوصفة دي كويسة وانا نزلت عليها كام كيلو، وفي ناس تانية تقولي الوصفة دي انا نزلت عليها كام كيلو. فعلشان كده دايما بنوع لكم في الوصفات علشان اي وصفة تجيب معاكي نتيجة كويسة تمشي عليها. فاحنا النهاردة يا بنات عامل لكم وصفة كويسة جدا بإذن الله تنزل معاكي الوزن بطريقة كويسة. احنا ما في الوصفة بتاعتنا ان مكوناتها موجودة عندك وفي قلب مطبخك، يعني مش هتقومي بقى تروحي للعطار وتجيبي بقى وصفة وتحطي كذا على كذا، لا وصفتنا موجودة في قلب بيتنا. يعني النهاردة ان شاء الله انا عملتها لك على اساس ان انت تقومي حالا تعمليها. تمام، تعالوا بقى كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل لايك للفيديو. عايزه كل حبايبي اللي متابعيني يعملوا لايك للفيديو علشان الفيديو يرتفع ويتشاف بكم باذن الله، وبنات كتير تستفيد من الوصفه بتاعتنا. يلا بينا بقى، وتعالوا قبل ما تيجوا تخشوا الفيديو شيروا يا بنات علشان ناس كتير تستفاد منه. تمام، تعالوا بقى كده نشوف الوصفه بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو خالص ان وصفتنا موجوده في قلب مطبخنا. طب ازاي ايه الوصفه بتاعتنا؟ الوصفه بتاعتنا ان شاء الله هتبقى عباره عن فلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده. الفلفل الاسمر بتاعنا هيبقى حب مش هيبقى مطحون. تمام، انا عايزاكم كده يا بنات تخشوا تعملوا سيرش كده عن فلفل الاسمر وفوائده، هتلاقي له فوائد رهيبه جدا في التخسيس بالذات وفي نزول الوزن، وخصوصا ان في ابحاث جديده قايمه على الفلفل الاسمر. يعني في ناس كتير بتعمل عليها ابحاث وفعلا ناس كتير لقوا ان الفلفل الاسمر دوت احسن حاجه ان هي تنزل معاكي الوزن وتحرق معاكي الدهون بطريقه كويسه جدا. فتعالوا بقى يا بنات نشوف المكونات بتاعتنا على طول علشان ما نطولش عليكم الفيديو. يلا بينا. اول حاجه كده انا معايا زي ما انتم شايفين الفلفل الاسمر، تمام، معايا وعايه كده فيها ميه سخنه علشان هنغلي الميه بتاعتنا ديت وهنغلي الوصفه بتاعتنا. انا معايا الوعايه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين فيها كوبايتين اتنين ميه بس. تمام، الميه حتى كنت انا مسخناها علشان ايه ما تاخدش وقت معايا وانا بغليها. هنعمل ايه الوصفه دي يا جماعه؟ محتاج الفلفل الاسمر الخشن مش محتاجه فيها الناعم. هناخد معلقه صغيره كده من الفلفل الاسمر زي ما انتم شايفين كده وبحطها في الميه بتاعتي. تمام، ما تكتروش يا جماعه، ما حدش يكتر الفلفل الاسمر، يا دوبك معلقه صغيره خالص من اللي هي المعالق الصغيره، ما حدش يجيب معلقه كبيره ويقولها عاير به، لا. في الوصفه بتاعتي ديت انا بستخدم المعلقه الصغيره، يا دوبك كده معلقه صغيره مسح. تمام، وبعد كده معايا ايه؟ الليمون. انا هستخدم ليمونتين اتنين لان الليمون عندي صغير شويه، وانا عامله كوبايتين اتنين. ده كده انا قطعت الليمون زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. عندي الليمونه الثانيه برضو هقطعها بنفس الطريقه. تمام، ده كده الليمونتين اتنين عشان الليمون عندي صغير، لو انت عندك ليمون كبير حط واحده بس. تمام، دلوقتي كده هناخدهم على النار، بس المهم عندي ان انا اكون مغطيهم كويس جدا بالشكل ده كده، وهنحطهم على النار يغلوا حوالي 10 دقايق. تمام، يلا بينا. وده كده يا جماعه بعد ما غليناها على النار وسيبناها تغلي حوالي 10 دقايق على النار. تمام، كنت مغطيها طبعا بالشكل ده كده، هي طبعا لسه سخنه بس عشان يعني انهي معاكم الحلقه، هي المفروض تستنى لغايه ما تبرد خالص. تمام، علشان البخار دوت في فايده في الوصفه اللي انا عايزاها ومش عايزاها تتبخر، لان اي عشبه انت بتعمليها ده بتبقى فازلول طياره. تمام، فاحنا علشان كده بنقول لكم المفروض ان احنا بنغطي عليها خالص عشان البخار ما يتبخرش. طيب انا هعمل ايه بعد كده؟ هنحاول ان انا اصفي الوصفه بتاعتي. نصفي الوصفه معانا، نصفيها كده مع بعض زي ما انتم شايفين كده اهوت.
ده كده زي ما انتم شايفين انا عملتها في مج كبير زي ما انتم شايفين كده. لو انت عندك ازازه كبيره ولا حاجه ممكن تحط الكميه في ازازه ازاز، تمام. لازم تكون الازازه اللي انت هتعيني فيها الوصفه بتاعتك ديت لازم تكون ازاز. بعد ما تبرد خالص بتقوم واخداها وحطها في الثلاجه، عند كل استعمال بتاخده كوبايه، وقبل ما تيجي تستعمليها بتدفيها الاول، تمام. يعني لو انا هعينها في الثلاجه بسيبها تبرد خالص وبغطيها بالشكل ده كده، ده لو انت ما عندكيش ازازه وهتفرغها فيها، تمام. عند كل استعمال باجي استعمل بقى اهي الوصفه بتاعتي، بس لازم تكون بارده خالص معايا، ما تكونش لسه سخنه كده زي ما انتم شايفين. بعمل ايه بقى؟ بجيب الكوبايه بتاعتي اهي، وليكن انا هشرب كوبايه دلوقتي ولا حاجه، تمام. ده الكوبايه بتاعتي اللي انا هشربها. طيب هنعمل ايه؟ في معايا بقى مكون، المكون ده كويس جدا، ده هيحرق معانا الدهون بمعدل كويس جدا، اللي هو ايه؟ زي ما انتم شايفين خل التفاح، تمام. هاخد بمعدل معلقه واحده بس. بس خدوا بالكم يا جماعه، ما ينفعش ان انا احط الخل على الكميه كلها، عند ما تيجي تشربيها تفرغيها وتشربيها، بس المهم الخل ما يتحطش الا والكوبايه يدوبك بارده معاكي او دافيه بسيط خالص، تمام. فانا هاخد معلقه واحده بس كده من الخل بالشكل ده كده، تمام، وبحطها على الكوبايه بتاعتي وبقلبها كويس جدا زي ما انتم شايفين بالطريقه دي كده. طيب دلوقتي الكوبايه بتاعتي جهزت معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. طيب هناخدها امتى بقى دلوقتي؟ لو احنا بنتحسسي من اي قرح او اي مشاكل في المعده بناخدها على الريق، تمام، علشان تجيب معايا نتيجه كويسه جدا باخدها على الريق مره واحده بس في اليوم. طيب لو انا عندي مشاكل وبتحسس من الخل او بتحسس من الفلفل الاسمر او الكلام ده كلاته، بعمل ايه؟ باخدها قبل وجبه العشاء مره واحده بس في اليوم، تمام. تمام كده يا جماعه، يبقى انا باخدها لو انا ما عنديش اي مشاكل علشان تجيب معايا نتيجه كويسه جدا وتنزل الدهون تنزل الوزن، باخدها على الريق. غير كده لو انا عندي مشاكل باخد قبل وجبه العشاء بنص ساعه بكون واخده الكوبايه ديت بكون واخداها دافيه، تمام. وزي ما قلت لكم للمره الثانيه انا ما بحطش الخل على الكميه كلها، انا بحط الخل وقت الاستعمال بس، اما الكوبايه الثانيه اللي باقيه معايا ديت ده انا بحطها في الثلاجه لتاني يوم، تمام. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.